هلاو. صباح الخير. يوم الجمعة. هلا يا شلونهم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم جات لكم بفلوق جديد. مبين من قعدتي انه هذا فلوق امتحانات. امتحانات شنو؟ امتحانات كلية الطب. اذا ما تعرف هاي اصعب امتحانات، اصعب مو يعني اصعب فترة بفترة حياة الطالب، فامتحانات نص السنة، فحبيت اوثقها لكم وما اعرف على شنو منتصر، لان انا هسه لعبانة نفسي من القراية، بس لازم اقرا، يعني عندي امتحانات نص السنة واليوم يوم الثلاثاء وعندي امتحان يوم الاثنين، امتحان فسلجة 54 ملزمة. فا ادعولي، ولو تدعولي انتوا راح تشوفون الفلوق ورا شهر، لان هذا الفلوق راح ياخذ معي شهر كامل وبصل. خليكم الفلوق، خليكم القراية. هلو يا بي. طبعا هذا الفيديو صورته قبل امتحان بيومين، تكنيكلي اخر فيديو شفته كان قبل اسبوع، وهسه يوم السبت امتحان عقب باكر، فلازم اقرا. عندنا فستجة اصعب امتحان. طبعا من هسه احب اعتذر للدكتور علي لان جاء اسمع محاضرته هيك. طبعا هسه الساعة بالوحدة وباشر في امتحان الفسلجة، درس الحالة صار بالثنين متجمد وما اعرف شلون راح امتحن باشر، بس يلا ادعولي. صباح الخير، صباح الامتحان، صباح المادي بيو فوكس مطلعني. هلا متحسن اروح امتحن، انا ايش قاضي ادور على فوكس؟ عندي امتحان، عندي امتحان. Thousand years later. هلا يا صباح الخير، إن شاء الله بخير. أنا ليش قلت هلا يا بابا؟ أصلاً مو بداية الفيديو، لأن يعني المفروض هذا بنص الفيديو، لأن أعتقد وراء الامتحان الفسلجة ما صورت شيء، واليوم يوم الخميس امتحان كان يوم الاثنين، وعندي يوم السبت امتحان بايوكيمستري. والمعنويات شلون؟ شلون هالمعنويات؟ اتخبل اتخب اتخب يعني معنويات عاوية. بايوكيمستري عندي تقريبا 30 محاضرة لازم اقراها اليوم يوم الخميس، قاربا عندها تقريبا 20، باقي لي 10 المفروض اليوم باكر، لان غصبا ما علي، لان امتحان البايوكيمستري اللي ما يعرفه هو الكيمياء الطبية، تمام، عبارة عن دهون وبروتينات كربوهيدرات الكلاوات. لا مو باي، لان ذموني هذا الفلوك بعد عدي 20 يوم.
هلا يابا، طبعا اليوم يوم الجمعة وباس عندي امتحان كيمياء المفروض، فاني كملت القراءة كلها وجبت ست العام وامتحنت نفسي كان 40 سؤال وقدرت احل 21. واو، ليش بس 21 من 40؟ فهنا احتارت، لو هسه اروح انام اقوم باكر الصبح امتحن، او ما انام اقضي اليوم قراية. قررت شنو؟ ما انام اليوم. احلى شيء اخر شيء حتى بالامتحان ما جاوب. يلا خلاص كمل جرب حظي. كبرت بيدان الام طقيتها بعد ما يقوم. يا صباح الخير، طبعا كالعادة الفوكس ما يركز على وجهي. طبعا ورا ما سهرت الليل عندي خيارين اليوم، لو اجاوب لو اجاوب. نعم ابغاكم اقول غير خيار، لا اكيد. وفي حال ما جاوبت، في حال يعني اذا ما جاوبت راح احرق الكلية. تمام كذا. هسه تنحرق من صدق تصير براسي نفس ذيك المرة، ف اتشاقع اذا احترقت الكلية فاني ما علي. هسه خلص الامتحان لازم ارجع للبيت، الحين ذا جاوبت يعني ما ضيعت تعب وما راح احرق الكلية. اليوم يوم الاحد، لا البارحة امتحنت، البارحة كان سبت واليوم يوم الاحد، تكنيكلي ابد ال 12 يعني اليوم يوم الاثنين، بعدين جاي اخر يعني صار لي اسبوعين 14 يوم. ما اريد شيء بس الستر وخلص خلص امتحانات، لان شو طلعت لاعت كبدي جماعتنا الكويتيين. المهم اليوم بدي نقرأ امتحان فسلج شو انسج ما قديد اقول لكم هيش طوال فيه حتى ما تفلسف راسكم. 30 محاضرة ملزمة، يعني 30 ملزمة هي بس مشونة معاني كل شيء، ما اريد بس اريد الستر. نجحوني حول والديكم وطلعوني من الامتحانات حتى اعرف شو اسوي بيا حياتي. يابا يوم الامتحان شنو؟ انسج اصدق دائما اخبط فيه. هيستولوجي اي يصير مثقف تقول هيستولوجي اي انسجه. المهم بس خل نخلص ما تخلص والله، ما تخلص صار لنا جنة صار لنا ايش قد اسبوعين؟ محاضرة واحدة قاري والله صار لنا اسبوعين. يلا يابا تخلص هسه خلينا نمتحن. بارد ثلج زيدوا امتحانات الجو بارد. يلا انا خربانة هذا كنت وحل ولا بعد؟ لا بعد ما كان انا فورت يعني شيء يعني انا بدار 4 ساعات اجيب 15 من 20. انت شنو؟ 15 من هذا؟ سايتر صور مستقبل ايش طلب النوم؟ اليوم مره طول لي ساعه والامتحان طول ساعتين كالعاده جاوب تفوت بعد العام مسيطر ساعه واحده ما لحقت تقرا اسئله. لا يابا اليوم يوم
ما أعرف ليش ما قبل أبدي الفيديو أشوف الساعة. اليوم يوم 6/2/2022 صدق يعني خلاص شهر كامل من 2022 وإحنا بعدنا قاعد شو تسعة على الدنيا تمشي سريع والله. لازم أقوم أقرأ لأن عندي امتحان تشريح ما صورت لها قبل البارح ولا البارح متعاجز. كيف كيف يا أخي؟ عندي امتحان تشريح البارح وقبل البارح تقرأ هيد ونيك اللي هو الرأس ورقبة، بعد عندي امتحان لازم أقرأ بعد النيورو اللي هو المخ والأعصاب وشنا كيبلات عبارك أبو المولدة ودي يوزع كيبلات. المهم لعبان نفس بين قوسين بس لازم أقرأ. ليش؟ خصبا علي خصبا علي. المفروض أقرأ من الصبح لأن قمت الصبح قلت لازم أقرأ وأبتي وهاي وظليت ماطل وأتعاجز وهسه الساعة بالثلاثة. ليش جاي أسوي بروحي وبالنهاية راح أظل أسهر للأربعة للخمسة؟ ليش جاي أسوي بروحي؟ كيفي ما أعرف بس يعني هيك يعني المهم جاي أقرأ وأنجح وهاي أهم شيء، أهم شيء الموضوع هذا. طبعًا هسه الساعة 4:15 ما نايم لازم أنام 3 ساعات حتى لحق باكر أروح امتحن بالسبعة امتحان تشريح بين من عيوني منعس ما نايم زين أو ما نايم أصلا بعدني لازم أروح أنام. Good night. أي أبغى شنو راح ننسى متأكد رايح حتى أرسباني او جاي طرد عيون ما اعرف بس خل اطلع البارد الجمد. اخيرا خلصنا الامتحان على خير. اهم شيء خلص اهم شيء بس باقي لنا الماده باهته عرفت من هاي بعد. الو يا ابي طبعا اليوم يوم 9/2/2022 باشر المفروض اخر امتحان تكنيكلي مو اخر امتحان. ليش؟ لان باقي امتحان اساسيات بس امتحان اساسيات شويه ماده زايده يعني نوال امبريو يعني ما احتاج اضبط 100%. ليش؟ لان الامبريو هي ماده الزعاطيت يعني الزعاطيت شلون يصير وشلون يولد تكنيكلي ما احتاج اضبط 100%. ليش؟ لان اللي يريد يصير دكتور نسائيه وتوليد لازم يضبط هاي الماده وانا ما راح اصير نسائيه وتوليد مستحيل اصير دكتور نسائي وتوليد لم ما اصير اصلا اول تالي ما راح اصير بس ويتسألوني الولد يقدر يصير اي يقدر يصير بس ما حد يروح كلهم بنات اغلبيتهم فما اهتم لهاي الماده لان ما راح اصير دكتور نسائي وتوليد ولا اريد ولا افكر اصلا ف بس اريد انجح بيها لان اصلا بالمرحله الثالثه ماكو بس والله اكمل يعني. الو يا ابي
يا لو مو صباح الخير ولا شي، لان بعدني ما نايم. الساعة تقريبا بالخمسة، المفروض اطلع للجامعة الساعة بالسبعة، فلازم اروح انام. عندي ساعة ونص انامها قبل اروح الامتحان، اخر امتحان. بس خلي خلص شلع قلبي. صباح الخير، جود نايت. والله راح انام ساعة ونص بس، يلا عادي. نصيحة، لا حد ينام ساعة ونص ورا الامتحان. ايش فيهم؟ كمل الفلوق مالك. شكرا. ايش دشك؟ وش اخوي اخر امتحان تسوي فلوق؟ ما جاء لا فلوقات ولا شيء، ترى هو جاب فول بس احنا ما لا والله فوت ترى، ويبعد عيون. ترى هني يا جن، حد ينام فوت ما تجي. لا والله واحد ما نهايه الامتحانات، ان شاء الله نخلص اليوم. صد بعد كل مقطع لازم يخربوا. ايه لا ما يفيد، لازم يخرب. سد لها كافي كافي. لا عندنا مقطع. يا بعد اليوم يوم 12/2، مفروض هسه اخر امتحان الي اللي هو امتحان الالكتروني، و ايش قد باقي لي الامتحان تقريبا نص ساعه. ف اعتقد هذا راح يصير اخر فيديو اصوره، لان خصوص الامتحان راح تخلص ورا نص ساعه، ولو هذا امتحان يعني اساسيات مو ماده، يعني سهل كلش. اوكي، هسه الواحد يقدر يقول خلصنا رسميا وبس. والله كان وياكم كاظم، اللي الفيديو اخذ من عنده 20 ساعة. خلص اقرا 20 ساعة شنو اخذ من عندي شهرين وبس. والله في امان الله.